هلا اولا يعني بين 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 مرحله التاسيس في الاوركسترا المغربي اللي بين 2005 وال 2006 اليوم مرقوا سنين طويله، قدرنا نمشي المرحله الاولى وبعدين بدايات الازمه ب 2010 اضطرينا نتوقف. حقيقه اليوم نحن عم نشعر بانه يجوز توقفنا كان طارئ حقيقي. انت بتعرف المكان قد يتعرض للضرب، قد ايه صار في صعوبات للحركه من المناطق باتجاه وسط البلد. وقت يكون الوضع شوي معنا يعني هلا مثل اليوم منيح الوضع ما بيحكوا شيء، بس وقت تشوفوا انه الوضع سيء في اطلاق نار في قذائف ايه بيحكوا كثير يعني. يعني مريت فتره كثير صار صعب يعني اني اقنعه انه بدي اجي على المعهد عندي تخرج، وصار صعب شوي اني اقنعه.